اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك كريم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. ايضا ايمن جلبرت، ازيك يا ايمن؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ كله كويس؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. خلينا نبدا النهارده كريم بشكل عام، يعني اداره كولر للمباراه الاخيره امام ميدياما وسر التحول في الشوط الثاني وانتقادات البعض بالرغم بالفوز 3-0. والله خلينا كابتن نرجع لما قبل مباراه ميدياما قبل التوقف. كنا قلنا ان بعد التعادل امام الجونه كلنا بننتظر ان النادي الاهلي هيقدم لنا شكل مختلف بعد مع بدايه دور المجموعات، خصوصا مباراه ميدياما، لان هيبقى مارسيل كولر والجهاز الفني بقى عندهم فتره توقف يقدروا يصلحوا فيها الاخطاء اللي ظهرت في بدايه الموسم. كمان في عدد من اللاعبين يقدروا يشتغلوا عليهم ويصححوا لهم بعض الامور. كمان في وجهه نظري الشخصيه ان هم استفادوا من قرار فيتوريا لما ما صفرش حسين الشحات وامام عاشور لرحله سيراليون، وايا كان السبب، بس في الاخر هم تحت ادارتك وبالتالي تقدر تجهزهم للمباراه بشكل كبير. انا شفت المباراه بشكل جيد. يعني الشوط الاول اعتقد النادي الاهلي ربما في البدايه اضاعه الاهداف السهله بصراحه. كره امام عاشور وكهربا دي كانت كره غريبه جدا، فكرتني بكره ابراهيم سعيد زمان في ماتش الترجي 2001. كره غريبه قوي بصراحه، يعني ردت كذا مره، كانت سهل قوي انها تخش جول في اول خمس تقريبا دقايق. يا كريم انا في الاستاد شفتها، حسيت ان كهربا كانه اتخض ان هي تردد بسرعه كده ونط، يعني لو كان وقف لو كان وقف كانت خبطت فيه داخل، عملت قفزه غريبه جت بسرعه. بس هي كانت غريبه جون ده، اعتقد في وجهه نظري في اول خمس دقائق لو النادي الاهلي احرز الهدف ده تسهل المباراه وتجبر نادي ميدياما ان هو يفتح خطوطه. تاني قعدنا في نفس المشكله بتاعه ان احنا مسايبين النتيجه 0-0، وكل ما النتيجه 0-0 ميدياما حاسس ان هو يعني قادر ان هو يعمل مفاجاه. الشوط الثاني طبعا طبيعي مع التغييرات اللي عملها مارسيل كولر مع نزول قفشه وبيرسي تاو في الدقيقه 61 بالظبط، النادي الاهلي احتاج 4 دقائق كابتن اسلام، 4 دقائق فقط عشان يحقق الهدف. وبونس الهدف الاول جه بدات الدنيا تفك والفريق ميدياما والامور تتغير، خلاص فتح خطوط. انا بشوف ان الانطلاقه مهمه، وزي ما اتفقنا قبل كده ان دور المجموعات ده مهم قوي انك تقتل فيه التنافسيه. ليه؟ عشان بقيت بدري. لا ما تشغلش بالك بيها دلوقتي، احنا عايزين داخلين على معمعه بصراحه الفتره الجايه، فانت عايز تقفل شويه الحته دي. اعتقد في وجهه نظري يعني ما يصحش اكيد طبعا كل واحد حر في وجهه نظره، عشان بس نبقى الدنيا واضحه. طبعا اي حد عايز ينتقد يقول الجماهير الاعلام كل واحد حر يقول وجهه نظره، بس في وجهه نظري البدايه جيده 3-0 في الجوله الاولى، شكل كويس جدا. الوداد خسر من جالاكسي بادل بوتسوانا 1-0. انا بحس انا بحس ساعات ان الناس بتعمل ايه، ان الناس شايفه ان انا لازم انتقد، لازم اقول ان الاهلي وحش، لازم اقول ان هناك ممكن جدا لو الاهلي وحش ما فيش مش ما بنقول هنا على فكره، بنقول هنا والله كم حلقه كم حلقه الاسبوع اللي فات في وقت التوقف قلنا فيها الاهلي وحش في 1 2 3 كم حلقه يا كابتن؟ لا مش قصدي احنا، انا كده بتكلم بشكل عام ان الناس بقيت احس بكده دلوقتي. طب ليه يا جماعه ما نقول يا جماعه ما نقف جنب، انا مش بتكلم على جمهور الاهلي، انا بتكلم بشكل عام، لانه حتى دلوقتي السؤال التحليلي يقول لك اصل واضح ان الناس اتعودت على حاجات يعني كلاسيكيه كده. يعني هقول لك حاجه بكل امانه وبصراحه برضه خلي بالك يا كابتن اسلام، النادي الاهلي في الفترة الأخيرة بكل أمانة هو بقى في فجوة في الكرة المصرية بصراحة. الأهلي في فجوة فنية، الأهلي في فجوة فنية يعني بينه وبين بقية الفرق. يعني نادي الزمالك لسه ما زال بيحاول يستعيد قدرات نفسه، نادي بيراميدز بصراحة رغم التدعيمات اللي عاملها كل شيء برضه الفريق عادي. ما تقصد ان الفجوه يعني لصالح الاهلي؟ في بعض ما هو ساعات ما هو انا بص انا بدل حتى عايز تقلل الفجوه انا هكلمك دلوقتي فعلا والله عايز تقلل الفجوه بالكلام. كرئيس تحيه يلا كوره، ساعات بعض الاعلام يقول لك لا انا لازم اوزن. ليه؟ عشان ما اخليش الدنيا كلها تحس ان الموضوع طب افرض الاهلي يستحق، ما الاهلي بيشتغل، ما هو ده اللي انا بقوله، ما هي شغل. افرض الاهلي اشتغل الباقي ما اشتغلش او الباقي لسه بيصحح مساره، فانت لازم تعطي كل ذي حق حقه. بس انا بشوف بصراحه الموضوع مش محتاج نقد والنتيجه ممتازه جدا، ولما نشوف حتى نستعرض بقيه النتائج تورينا الاحصائيات كده يا سمير لو سمحت واحنا شغالين. اتفضل يا كريم. الاحصائيات جميل يعني ممتازه جدا في المباراه، وحتى اعتقد ايمن لما يتكلم معايا في هو محضر الاحصائيات الارقام معاه، الارقام هتبين كان في فجوه واضحه. يعني حتى لو يعني النهارده في مصطلح طلع بعد مباراه النهارده بنبقى يعني نادي الزمالك نقول له مبروك ان هو كسب في الكونفدراليه كممثل لمصر، في مصطلح طلع قريته كده ان اتقال في الاستوديو التحليلي المباراه تكسب ولا طلع. طيب من مباراه الاهلي وميدياما عادي جدا، مباراه من المفترض بين التصنيف الاول والتصنيف الرابع يا راجل ده، بص تكسب ولا تلعب، بس بص الرقم لا مقارنه. يعني ميدياما راح بكوره او بكورتين يعني من اخطاء عدم تركيز
لكن في النهايه الارقام كاسحه بالنسبه للاستحواذ بعيده جدا. عدد الركلات الركنيه بص محاولات الاهلي اللي على المرمى احنا عملنا 24 محاوله على المرمى نصهم كان بشكل صحيح وجبنا 3 اهداف. فالنهارده الامور مش بايظه الفرص هنا كام وهنا كام بالظبط. التمريرات حتى بص نسبه يعني فريق مديامه ما بيمسكش هو مش قادر يمسك كوره يعني هو حتى لما بيحاول ما فيش. ده معناه ان انت حتى لو الاهلي ظهر ان بس عشان مديامه راح بكورتين ان في قلق او الاهلي زي ما كريم قال كده ما وفقش في كره الكهرباء وبعديها كان في كره لحسين الشحات وكره بتاعت امام عاشور ما وفقناش فيهم فالشكل اللي طلع الشوط الاول 0-0 مش معناه ان الامور بائسه يعني اهو احنا حتى لا فرصنا بائسه دي خالص خلي بالك يعني انت حتى لا ساعات تحس ان يعني انت قاعد بتتفرج على سوري انا اسف وانت قاعد بتتفرج على الماتش ممكن تحس ان في 15 دقيقه وقعوا منك لكن دلوقتي لما تبص على الارقام اللي موجوده دي تحس ان انت في حته تانية. لا لا الفرق جاب كبير فريق مديامة يعني يحترم وكل التقدير ليه ان هم وصلوا لهذه المرحله من دور المجموعات وخرجين حريه هناك يعني فهم هم لسه في بدايتهم فلكن الفجوه كبيره. الوداد اتغلب ده بص يا كابتن اسلام ده ماتش ايه بقى اتفرج على الماتش انا شفته يا خبر ابيض ده هو جالاكسي كرة واحدة. لا كورتين بالامانه هو الكره بتاعت الشوط الاول هي كره واحده اللي هو المدافع الدهاني قال له انت واقف لوحدك خد الكره روح على الجول روح على الجول غريبه جدا برضه الشوط الثاني الشوط الثاني كان عندهم ضربه ركنيه والولد بصراحه كانت كره قريبه كان ممكن يجيب الهدف الثاني. بص بقى الناحيه الثانيه تخيل لو الماتش ده اتغلب خلص يا خبر ابيض لا وايه وبص بامانه الوداد باد لك باد لك بطريقه فظيعه واحنا عارفين خباك الوداد زي الاهلي ساعات بيبدا يعني السنه اللي فاتت برضه الاهلي والوداد بيبداوا وحشين ويفتكر انت حتى ساعتها قلت يا جماعه استنوا الوداد في النهاية وفعلا الوداد بيقدر يلاقي يلحق نفسه نادي كبير نادي مش صغير وبقى عنده تولز بس اللي اقصده الناس لازم تبقى هاديه شويه في التعامل. احنا في افريقيا احنا بناخد الامور واحده واحده وكويس وهي مناسب جدا برضه يعني ما فيش ما يدعو يخليك ان انت تبقى متضايق وانت قاعد بتتفرج على الماتش امبارح يعني انت قاعد بتتفرج على الماتش امبارح لا شايف ان الشوط الاولاني قد يكون الدنيا ابطا سنه الشوط الثاني خلاص الدنيا اتعدلت. لكن بما اننا بنتكلم عن السلبيات دائما خلال الفتره السابقه او خلال قناه النادي الاهلي والبيت الكبير تحديدا هناك بعض السلبيات اللي بنتكلم عنها لكن الايجابيات واضحه. طب النقطه يا كابتن اسلام في الاحصائيات موضوع الاكس جي ده يعني ممكن بس سمير يجيب لنا الاهداف المتوقعه يا جماعه الرقم الديفولت في كره القدم من 2 لـ3 صح ده يعني اعتى الفرق اعتى الفرق وطبعا مع اختلاف طبعا مع اختلاف انت بتلعب مين بصراحه لكن احنا بنتكلم 5.2 ولا 5.4 5.2 مش 5.2 يعني يا جماعه موضوع موضوع بعيد جدا يعني احنا النادي الاهلي النهارده الحمد لله ان احنا واصلين ل يعني انا متخيل دي من الايجابيات لو لعيب قاعد معانا دلوقتي لو لعيب قاعد معانا اللي شارك في المباراه اي لعيب دون ذكر اسماء هيقول لي طب بقول لك يا كريم هو انتوا عايزين مننا ايه؟ عايزين مننا ايه صحيح؟ انتوا هتقعدوا انا اشتغلت في 90 دقيقة وحققت لك الأرقام دي كلها انت عايز مننا ايه؟ ودايما انا بقول كلمة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل يعني ما تقدرش تتكلم بتديك المؤشر الشكل العام ماشي ازاي؟ بالظبط بتديك المؤشر لما وحاجة كمان ان احنا ولما هو قادم برضه خلي بالك طب احنا عندنا ماتش يا كابتن سامي يوم الثلاثاء سموحة يوم السبت عندك يانجا ترجع يوم الأربعاء تلعب زد لا ويانجا كمان هيلعبنا 9 ده احنا متعودين بنلعب في تنزانيا 6 ونمشي بدري هو انتوا مش عاجبكم بقى 6 ولا خلينا 9 حلوة زي الفل سهرة حلوة طيب من أهم الإيجابيات أيضا أعتقد كريم الدبيس اشتغل بشكل كويس جدا من وكريم فؤاد كل المجموعة الحقيقة كلها اشتغلت بصراحة كريم الدبيس أنا بس عايز أعقب على النقطة ليه واحد من أحلى اللعيبة من أحلى اللعيبة اللي أنا بشوف منها سويرف في الكرة العرضية الكيرف بتاعه بصراحة يعني الكرة العرضية بتاعته مميزة للغاية وبيحسسني فعلا لو اللعيب المهاجم ما جاتلوش هو اللي واقف غلط مش كريم اللي عملها وحش بصراحه الاوفر بتاعك اتسفه بس خلي بالك ظبط الفتره الاخيره طب خلينا كابتن سامي انا بسالك سؤال الظهير شارك 96 دقيقه عمل محاوله صحيح من المحاوله الفيرست تايم دقه التمريرات اللي هي الفيرست تايم دي 56 من او 69 من 56 صحيح من 69 8-2 اعتقد ان ارقام جيده جدا 10 كرات وهي الاهم بالنسبه لي الفوز بالكره 10 مرات الكره الثانيه 4 مرات برضو رقم مهم جدا خساره الكره تحت ضغط مره واحده. خليني اسالك سؤال بقى يا كابتن لان انت واحد من اساطير الظهراء اليمين في مصر الظهير لما يجي يلعب كره عرضيه اساسها موهبه
ولا بتتطور بالتمرين؟ موهبه وبتتطور، لكن لكن لازم يكون في موهبه. لا لازم يبقى عندك، لكن صعب ان انت تاخد واحد صفر وتطوره انك توصله. هياخد وقت طويل. اوكي، هياخد منك وقت طويل. انت ما في النادي الاهلي ولا عموما؟ عموما. لا عموما ممكن تاخد واحد وتطوره، انت شايف فيه كمدرب او كمدير فني ان هو يقدر يعمل كده، بس قابليه اللعيب نفسه للتعلق، يعني فكره انه يتقن بقى العرضيات دي مع الوقت. تقدر. لا لا تقدر، لكن هي ما اصل خلي بالك الباك رايت ليه مواصفات. انا ممكن ابقى شايف ان ايمن جلبرتو مواصفاته جيده وكريم لا. أوكي. انا كمدير فني يعني رؤيه، يعني فرؤيه، فانا شايف ان ده فهعلمه الاوفر هحطه، بس اصل الاوفرات برضه خلي بالك يعني اهمها وانت بتتحرك. هي انت لو تعرف تعمل الاوفر وانت بتتحرك بالاتقان اللي عمله مثلا قفشه في الكره اللي عملها صلاح محسن، هتقول لي اصل سهله وواطئه. سهله وواطئه، بس هي من الحركه برضه وكل حاجه، ولكنها من الحركه. الكره تحت رجلك، الكره صعبه، عملها صح لصلاح. هي لو اتعملت بعيده شويه عن صلاح ما هتبقى بره، مش هيجيبها جول. لو اتعملت قدام شويه هتخبط في لو اتعملت واطيه شويه هتخبط في المدافع اللي واقف بينه. فاتعملت صح بعيدا عن ان صلاح واقف كويس جدا في الكره. انا ليه سالت في موضوع السورفات وخصوصا الكره العرضيه؟ اللي احنا فعلا في الفتره الاخيره بكل امانه كان عندنا ازمه كبيره في بعض المباريات اللي محتاجه انها تتحسم بالكره العرضيه، بدايه من مباراه السوبر قدام اتحاد العاصمه. واعتقد نوعيه المباريات دي ايمن احنا بنشوفها كتير. بس انا هقول لك حاجه، كان اوتاكا كان في لعيب في الاسماعيلي طبعا طبعا كان بيقول لك ان انا اهم حاجه كان ممكن يخلي الباك رايت او الباك ليفت شكله حلو. اوكي، ازاي؟ انا ممكن وانا ماشي اعمل كره قد تطلع قد كده، التحرك بتاعه هو تحركه يجي من ورا المدافع ويعملها تيجي في الجون الناحيه الثانيه، فهي برضو تحرك المهاجم. احنا ايام جوزيه كان يقول لك ايه؟ اعمل الكره على العرض الاولانيه. ايوه، ما بص ما تعملش حاجه، مالكش دعوه. حد انا ما كنتش بعمل كده، انا واحد من الناس كنت دايما احب وانا بجري ارفع ابص هو فين والعبها له على دماغه. أيوه. لكن هو لا، فده اسهل، وانا باصص في الارض هقوم جاي اعمل كده، انا خلاص رجلي خدت، عمال اعمل كده على الاولاني. ماتش جون الزمالك كان ماتش 2-0 لعبتها عرضيه تقريبا لمتعب او بوتريكا، بوتريكا خدها حطها في البعيد. لا يعني هي دي انت بتلعب على الاولانيه وخلاص، فدي اسهل مليون مره. كان في مدرب اسمه ثيو بوكير، بوكير دايما بيقول لك لا تعمليش الاوفرات دي قديمه، لازم توصل للبتاع وتعمل الباك باس. اوكي، إيه بتاعت بلاي ستيشن 2 دي فاكرها كريم؟ وكابتن محسن صالح عملها في موسم 2001 2002. ده ايامنا احنا الفينات يعني اوائل القرن ده يعني. فانا بقول لك هي بتختلف كل ما تبقى يعني اللي كان جوزيه بيعمله ده بالنسبه لنا، بس هي جداً. حل من الحلول المهمه كابتن لما الفريق اللي قدامك يبدا يقفل لك جدا مساحه اللعب جداً. واحنا اعتقد احنا اتعورنا منها بصراحه في ماتش اتحاد العاصمه، اتعورنا كنا نتعور منها في ماتش سيمبا، وبرده امانه ماتش سان داونز في اللي هو الماتش الاياب هنا في مصر، كنا محتاجين ان احنا والوقت بيخنقنا في النهايه ان احنا نقدر نعتمد على الكره العرضيه. وفي الاخر الكره اللي جبناها كانت عرضيه بس ارضيه اللي هي بتاعت علي معلول دي. فانا قصدي اقول لك انه في الاخر هي كرات. خلينا بقى واحنا بنتكلم برضو يا ايمن نتكلم عن الحالات بتاعت كريم فؤاد وقفشه. يعني دي من ضمن الايجابيات، يعني زي ما احنا اتكلمنا كده عن كريم الدبيس، لكن كريم فؤاد جبنا له حاله بتبرز تطوره في الحته بتاعته، وان هو ازاي بعد الاصابه الطويله. والنهارده مارسيل كولر لما اكتشفه في فكره اللعيب الوينج مش ان هو باك يمين او باك ليفت، لا دي حالات دي في الاول. في حاله اللي هي كريم فؤاد الكره اللي رقص فيها على الخط اتنين، دي بدايتها ان هو قطع الكره اهي. يعني بص هنا كابتن اسلام، طبعا احنا عشان الصور فمش عايزين نزعج الناس بصور كتير، هنا دي بدايه الكره ان هو قطع الكره، خد الكره زقها من الراجل ده، بعد كده راح زقها تاني وراح بقى عند منطقه الجزاء. هي كانت ناقصه تفصيله واحده بس صغيره هنا، ان هو كان بدل ما يلعبها على القريبه لكهربا كان يلعبها على البعيده لحسين الشحات، كان هيبقى هجمه نموذجيه. لكن كريم فؤاد كرر اللعبه دي كذا مره، كان يروح ياخد هو يقطع الكوره من مثلا في كوره كان في منطقه الجزاء، بس دي مش حالتها مش معانا، احنا مش عايزين نكتر الصور عشان ما نزعجش يعني عشان معناش فيديو. بيقطع الكوره كريم، يخش ياخد الكوره من الباك يلف يلعب العرضيه. فهنا هو النهارده فكره ان كريم فؤاد تطوره في الحته دي، هو عنده الحته الدفاعيه حلوه، فيقدر في اي حته من الملعب ان هو يقطع الكوره من غير فاول، بلس الحته بتاعت العرضيات، زائد ان هو عنده النزعه الهجوميه دي حلوه، شفناها الموسم اللي فات قبل الاصابه بتاعته ازاي ان هو بيسجل. فاعتقد ان النهارده واحده من مكاسب مباراه ميدياما ان كريم فؤاد خد وقت مميز، ولعب تقريبا 62 دقيقه، ولكن كان من اكتر اللعيبه اللي عملت فرص، من اكتر اللعيبه اللي كانت بتحرك، وكان واخد الجنب اليمين ده بشكل كويس. قفشه نزوله انا من وجهه نظري فك الدنيا شويه، لان المنظر من الملعب كان باين ان انت محتاج شويه لعيب
اللي هو ايه يقرب بس شويه. ديانج كانت مشكلته ان هو ما بيقربش لقدام ويعمل الباسنج بالظبط كده. لكن قفشه لما نزل هو كان واخد الحريه دي، فتحس ان هو كانه بلاي ميكر مش بس لعيب 8. انا هنا الكره دي اللي هي كره الجون الثالث هي كانك ايه بتعمل سمري لدور قفشه كان في الوقت اللي نزله كان عامل ازاي. بص هنا كريم ده هنا بيرسي تاو لما الكره طولت منه، بص قفشه مكانه فين. أيه. مكانه قريب، خد الكره وراح في الحته اللي هي فاضيه للكابتن اسلام قال عليها دي وراح عامل العرضيه. أيه. لما كان ديانج موجود، ديانج كان متاخر في الحته دي او ما كانش بيكمل فيها ومش دوره، عشان كده كان تحس ان دايما امام عاشور لوحده. فان هو شويه في النص شويه ميل على حسين الشحات. فانا اعتقد ان استمراريه قفشه في ان هو دايما بقى الفتره الاخيره ان هو بينزل يصنع الفرق، بينزل اتعلم مهام جديده. على فكره دي حاجه مهمه ان الناس لازم تعرف ان قفشه الفتره اللي فاتت واضح جدا ان هو زي ما حضرتك قلت كده هو في دماغه هو حاسس ان طب انا بعيد شويه، كولر ما بيعتمدش عليا، كولر دلوقتي مثلا ما بيلعبش صانع اللعب كلاسيكي، طيب انا هذاكر هطور من نفسي. المدرب كان عايزه يتقن حته معينه دفاعيه في المركز 8 اللي هو بيلعب فيه في 4-3-3، قفش عملها. فهنا النهارده ده كريد لازم يحسب للاعب، زي ما انتقدنا قفشه والناس انتقدت قفشه قالت فين قفشه وقفشه غايب وقفشه هيمشي، لا النهارده قفشه وبقاله فتره بنشوف بقاله فتره حد دي استمراريه، دي اللي انا بقول عليها ان هي الاستمراريه ذكاء اللاعب بالمناسبه اللي هو بيوديك لهذا اللي انت تفكر بهذا الشكل بالظبط. فالنهارده دي من مكاسب الناس لازم تتكلم عليه، مش صحيح. لازم بس نتكلم ان لا لازم بس. ينزل يكسب 6-7 طب هنكسب 6-7 بس لا في مكاسب ثانيه. ناس كتيرة جدا بتحاول ان هي دايما ما تتكلم عن السلبيات على الرغم من ان هناك ايجابيات واضحه بتتعمل. يعني واحد زي قفشه زي ما ايمن بيقول، واحد زي كريم الدبيس، واحد زي كريم فؤاد، معظم اللاعبين. هطلع فاصل بس يا جماعه، بعد الفاصل ده هرجع اتكلم عن الشناوي ودوره طبعا الرائع الحقيقه خلال هذه الفتره، وامام عاشور وحسين الشحات ومحمود كهربا وارقام هؤلاء اللاعبين بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كريم وايمن مع بعض، دور الشناوي الحقيقه طبعا الشناوي اعتقد بيعيش فتره من افضل فتراته في الفتره الاخيره، وكمان جاوب على سؤال كان بيتردد كتير وبصراحه يعني انا عايز اجاوب عليه بصراحه هنا في قناه النادي الاهلي. كانت قال ان مستوى محمد الشناوي في بعض الاحيان بيبقى افضل مع المنتخب احسن من النادي الاهلي، وكان بعض الناس تبدا تردد الكلام ده ويقول لك بص هنا يا جماعه بكل امانه يعني محمد الشناوي في مع النادي الاهلي خلال اخر حتى اعتقد من فتره الفاينل بتاع القضيه ممكن لغايه النهارده لو جبنا له الفترات الايجابيه هتبقى اكتر بكتير من 90% من او 85% مثلا. ماتش امانه ماتش سيراليون كل امانه احنا اشدنا بيه زياده عن اللزوم، كان فيه تصديات اعجازيه ملهاش دعوه بالمنافس، هي غريبه زي بالظبط كان نفتكر كده تصدي عصام الحضري لدروجبا في ماتش 4-1 بتاع كوت ديفوار، ده تصدي غريب ما يطلعش غير من ياشين وتصدي الشناوي نفسه. فاكر ماتش السنغال في تصفيات كاس العالم؟ ايوه اللي هي الكره اللي كانت انفراد والجون فاضي فجاه طلع. فاللي اقصده ان هو محمد الشناوي عنده نقطه بتخليه فعلا يعمل حاجات مش اي حارس يعملها. يعني في حارس مجتهد لكن في حارس موهوب. محمد الشناوي بصراحه الفتره الاخيره واصل لدرجه من التالق شديده جدا، شفناها في ماتش سيراليون طبعا اكيد مع المنتخب، وشفناها مع النادي الاهلي في ماتش حتى مديامه بعد الفرصه اللي عملها امام عاشور وكهربا ارتدت على النادي الاهلي بانفراد. يعني حتى المخرج اتاخر احنا بنبص كده هوب لقينا في انفراد لمديام. شوف يا كابتن اسلام ازاي فعلا الشناوي السرعه في القرار ان انا هخرج من الجون وهقفل زاويه التسديد على اللاعب، مع ان بصراحه لعب مديام حطها حلو قوي. لا يعني هو انا كان حلو الشناوي فرد كان قافل فرد جسمه كده على طريقه تير شتيجن مع برشلونه بطريقه حراس كره اليد وقدر ان هو يقفل له كل زوايا التسديد. فمحمد الشناوي بصراحه واصل لمرحله من المستوى اعتقد اكثر من رائع. وده يعني زي ما كريم كده نترجم الكلام ده بالحالات على طول. هي يعني اول حاله حتى ممكن ناس تشوفها سهله ولكن هو طلع بسرعه جدا خلاها سهله. اللي هي الكره اللعيب رقم 3 بتاعهم ده رهيب يا كريم. رقص ياسر ابراهيم على الخط والكره كده طولت منه. الشناوي لو كان بس اتردد ثانيه في ان هو يطلع في لعيب، يعني لو الحاله ظهرت في لعيب كان واقف على بتاعت منطقه 18 لنقطه الجزاء، لو كان بس لعبها له على الارضيه دي الجون مفتوح قدامه. بس الشناوي طلع بسرعه لدرجه ان هو خد الكره خلاص الهجمه تحسها دي كانت سهله في الدقيقه الاولى. جت الكره اللي بعديها الكره اللي كريم قال عليها دي بالظبط ان هي من هجمه للاهلي على طول انفراد رايح. انت النهارده في وقت توقيت المباراه سهله ولكن
اكيد في بعض الاوقات اتعزم لك المباراه 1-0 من واحد صعب بالظبط يعني. دي بص يا كابتن اسلام دي هي هنا الشناوي بص دي هو عدى من ياسر ابراهيم وراح على الخط بص بس لو الشناوي كان اتاخر كان في لعيب واقف على ال 18 على طول. هنا دي الكره اللي كريم قال عليها بص في اربعه من لعيبه الاهلي يعني بيحاولوا يلحقوا لان كان في زي حاله سرحان كده او تمركز خطا وفي الدقيقه 5 بص هنا الشناوي زي ما كريم قال قفلوا الدنيا خالص وخد الكره والامور انتهت. في كوره في الشوط الثاني اللي هي الكره اللي بعد دي طلع عمل دور اللي احنا بنقول الليبرو بص هنا يا كابتن اسلام دي برده كانت كره طوليه اتلعبت وهو طلع في توقيت مميز جدا لان الكره دي بدايتها بص يا كابتن اسلام أيوه. هنا اهو الكره ملعوبه خلف ياسر ابراهيم هو طلع على طول من مكانه تك عمل الدور. هنا دي كره اللي عملها برده تصدي ليها كانت بالهيد اتعمل وعلى فكره دي تردد برده بهجمه واعده للاهلي كانت هجمه مرتده كان ممكن نسجل منها قبل ما بعد كده نكمل على فكره التهديده الراسيه في الصوره دي كانت عكس اتجاهه يعني هو كانت كره بالظبط صحيح. فالنهارده هو عامل النهارده شناوي عامل 3 سيف في المباراه ممكن للناس كلها هم في الاخر فرص من المفترض من فريق ضعيف ولكن في النهايه كانت ممكن تعزم زي النهارده كما اقول ماتش الوداد كوره واحده يعني فرصتين كوره منهم خطا احنا سجلنا وعفوا فريق بوتسواني سجل في الوداد وكسب في ارض الوداد. النهارده انت كان لا قدر الله عادي جدا ممكن تحصل ممكن تحصل لكن انت حتى لو في تمركز في بعض الاحيان اللعيبه مثلا بتسرح او حاجه وده طبيعي جدا في اي مباراه لكن الحارس على طول بيلحقك وهنا ده بنبرز بيه دور الكابتن محمد الشناوي في المباراه الاخيره. محاولات الاهلي الهجوميه كانت مكثفه كريم طبعا ده ظهر في الاحصائيات طبعا هنجيب الاحصائيات لو ممكن معانا ميل على الشاشه. النادي الاهلي قدر ان هو في صناعه المحاولات بتاعته وصلنا ل 24 محاوله يا كابتن اسلام فتاني النادي الاهلي في الشوط الثاني قدر ان هو يصل بالنقطه الهجوميه بتاعته ل نقطه في وجهه نظري حلت موضوع عدم تسجيل الاهداف في الشوط الاول. واعتقد كمان ان مارسيل كولر بالتغييرات اللي قدر يعملها في الشوط الثاني بالظبط كده محاولات صحيحه ان احنا نوصل من 50% من المحاولات اللي عملناها على مرمى ميدياما ونحول منها المحاولات دي لثلاث اهداف اعتقد دي نقطه كويسه تحسب ليه مارسيل كولر وتحسب ليه هجوم النادي الاهلي. وبرده بصراحه عايز برده سريعا قبل يعني من الوقت يعني يجازف معانا في الهدف الثالث لصلاح محسن. الهدف الثالث لصلاح محسن عايز اشيد بتحركه وعايز اشيد بالمحاوله بتاعته وعايز اشيد بالارتقاء اللي عمله والهدف اللي جابه هدف كان مميز جدا فقط بس عايز يعني اوجه له نصيحه ان ربما في بعض الاحيان يجب ان تتجاهل ويجب ان تتجنب انك تحط نفسك في مواجهات مع اي حد بينتقدك لان انت طالما انك بتلعب في النادي الاهلي سوف يتم انتقادك مهما كنت مين هيتم انتقادك هيتم انتقاد. كابتن الخطيب نفسه ايام ما كان لعيب كان لا ودلوقتي حتى هو رئيس انا بقول له يعني كابتن الخطيب ده ايقونه يعني فاي لعيب هينتقد فكره انت هتدخل نفسك في الحوارات والجدال وهذه الامور اصل ونقعد صحيح ندافع ونقول هتدخل مش قصده في الملعب انت تقدر تركز ببساطه. انا عجبني قوي تحليل ايمن للجزء اللي قاله للقفشه ببساطه انا كنت صانع لعب النادي الاهلي من ايام فاينر 4-2-3-1 انا بلاي ميكر رقم واحد قفشه اساسي بلاي ميكر خلاص. مارسيل كولر لا يؤمن بصانع الالعاب الكلاسيكي قفشه غير من نفسه طور من نفسه اغير اشوف المدير الفني بتاعي عايز ايه التعليمات بتاعته وامشي ان هو ربان السفينه. النهارده صلاح محسن عنده امكانيات بكل امانه عنده امكانيات كبيره قوي يا كابتن اسلام وانا بقولها له بكل امانه هيجي ممكن بلاش يجي يوم تقول يا ريتني في الفتره دي ما كنت استغلت الفرصه. ياما قلنا له ياما قلنا اللعيبه كتير ما كنت استغلت الفرصه امانه انت عندك امكانيات وحتى اهو عشان ربما يكون امبارح امانه امبارح كانت الدنيا حتى بصراحه صعب عليا الدنيا كانت ضغط عليه شويه على السوشيال ميديا بسبب الحركه وحتى في بعض البرامج فاحنا اهو لا انا بقول لك والله بجد انت عندك امكانيات ممتازه جدا ومواهب وحاجات مش عند لعيبه ثانيه بس كل ده ربما ممكن يضيع اذا انت فكرت في المنافسات اللي هو ايه ده اتكلم عليا فانا لازم ارد عليه او انا هنزل مركز اول ما اجيب الجون انا هرد على فلان بس كده. لو نكمل كمان الكلام فكره يعني الثلاثه الساعه 12 ودقيقه النهارده 27 ما بيفكرش بحاجه يا لهوي انا ما كتبتش الشعر اللي كنت عايز اكتبه قال لك يا لهوي كلنا قلنا يا لهوي لما كنت دخل انا افتكرت لسه لا الساعه 12 ودقيقه خلاص ده لا ده 27 ده يوم عالمي العمر
صحيح. يعني على راي كابتن عصام الشوالي هو قال ان البطوله دي والمباراه دي لا غير القاضي هو ده في كلام يعني قال لك ان البطوله دي تحديدا دي هيفضل الولاد يحكوها صحيح زي الصفاقسي كده لغايه دلوقتي احنا يعني انا فخور ان انا بنتمي للجيل اللي لعب في هذه المباراه فعلا دي يعني الحاجه اللي فيها ان هي كانت اول نهائي اهلي وزمالك صحيح يعني كل حاجه فيها اولى ريفر بليت وبوكا جونيورز انا افتكر قبليها كان بكام سنه يعني ليه ماتش ده اتقال عليه نهائي القرن لان تقارن بنفس ظروف ريفر بليت وبوكا جونيورز في نهائي ليبرتادورس 2018 انا فاكر وقتها رئيس الارجنتين قبل النهائي ده ما يتحدد كان الريفر هيلاعب فريق برازيلي والبوكا فريق برازيلي هو قال يا رب فريق برازيلي من الاثنين يصعد يقابل فريق ارجنتيني عشان انا مش حمل ان البلد تعيش في ان في فريق هيقعد 20 سنه متأزم من خسارة ماتش زي ده الأرجنتين فدي حالة لا النهاردة يعني ذكرى طيبة وبطولة غالية نتمنى دايما يعني ان احنا نفضل في البطولات الحلوة دي والذكريات الحلوة دي على طول نخش على الأرقام بص سمير جمالك على طول يعني ولعلمك أشرف بن شرقي يعني الصورة دي أصبحت يعني تريد مارك يعني أيقونة يعني فيها تعبير وش أشرف بن شرقي مع اللي عملوا قفشه لا يعني اصبحت الشوالي برضه قال لك يا لها من صرخه مين؟ يعني الشوالي وهو بيعلق على الجول فعلا الناس وهي بتصرخ في الشارع وبتحتفل لا الماتش ده الارقام له حلقه الارقام الثلاثي الهجومي نكمل كلام كريم النهارده او اللي كانوا بيشاركوا الحته اللي جايه ناس كتير برضو كانت تنتقد حسين الشحات اللي الناس تعرفوش ان ارقام حسين الشحات ومجهوده في المباراه كان مديله اعلى ريت الناس اللي هي بتاعت اللي بتقيم الاحصائيات والاستاد يعني النهارده اكتر واحد ده من المحاولات بتاعه يعني دي مقارنه بين الثلاثه اللي كانوا بيشاركوا في الجانب الهجومي كلهم لعبوا فوق ال 80 دقيقه بنتكلم حسين الشحات سجل وكهربا سجل امام عاشور عمل اسيست صناعه الفرص قريبين الثلاثه من بعض بص المحاولات بتاعت حسين الشحات اكترهم حسين يعني اكترهم حسين في صناعه الفرص بص المحاولات بتاعت حسين كمان اربع محاولات صحيحه من تسعه كهربا ثلاثه من خمسه يمكن امام اثنين من سته انا عشان كده بقول ان الشوط الاول امام كان عامل مجهود كبير قوي لان كان بيحاول يعوض الدور الهجومي اللي ما بيعملوش ديانج دقه التمريرات بتاعتهم كلها قريبه من بعض بس برضو امام سنة مع انه كان احد نجوم المباراه النهارده مع الحالات بقى دي للحالات كابتن اسلام ويا كريم هنشوف مثلا ان كهربا في مركز المهاجم موجود في كل فرصه محققه للنادي الاهلي حتى النهارده لو ده معناه ايه راجل تحركاته ايجابيه جدا يعني النهارده هو سجل هدف لكن كهربا دي مثلا كره الهدف بص النهارده يا كريم بص كابتن اسلام متمركز فين يعني دي كره دي شبه فاكر جون يا كريم كان عماد متعب جابه دومينيك الدوري بتاع الشهير بتاع الدوري الشهير بتاع مستر مانو لما رجع وكابتن حسام واحد بالظبط وقتها ركبنا الدوري بص انا متمركز ازاي يا كابتن اسلام ايوه كان مدافع خد الكوره اللي هي المفروض امام اصلا كان مش لعيبه عرضيه صحيح امام شايطها في الجون حولها هدف الكوره اللي بعدها هتلاقي الفرصه اللي كريم كان اتكلم عليها برده في البدايه اللي هي الكوره اللي في العارضه كان ازاي هو بص هنا هو كان واقف فين في الهجمه اللي هي اصلا امام عاشور لحقها ولعبها متوقع ان ممكن يحصل بالظبط يحصل حاجه يعني بص هو كان مكانه فين والكره امام عاشور لعبها لوب الكره ردت في العارضه بص هو هتلاقي مكانه فين فالنهارده دي حاجه تحسب له هو لم يوفق في الفينش معلش يعني بتحصل للمهاجمين كتير ولكن هو اتحرك كويس يعني كمل الفريم بص هنا هو مكانه فين من فين لفين راح عشان اي حاجه ممكن تحصل هو كان موجود فيها وقطع برضه تكمله النقطه كنا بنقولها لصلاح محسن كهربا طول عمره كابتن اسلام جناح ايسر ودايما هو اشتهر عند حتى ايام نادي الزمالك ومنتخب مصر جناح ايسر لما بدا يجي النادي الاهلي وبدا يتوظف في مركز المهاجم الصريح شوف هذا التحول فات قليل ازاي قدر يتقن مركز المهاجم الصريح بنفس اتقانه لمركز صح. الجناح الايسر ده يؤكد ان اللاعب لازم دايما يفضل يطور دايما يطور من نفسه بالظبط بس فدي هي الفكره كلها ان كهربا موجود تمام. في كل كوره وكل لمسه مع النادي الاهلي ودي حاجه تحسب له وتحسب طبعا للمدير الفني ف مباراة مليانة إيجابيات يا جماعة أمال إحنا يعني مش عارف أنا الناس مأذناها ليه؟ لا أشوف هتقولي اللي قال هتقولي الناس اللي قالت الكلام ده كريم أنت يعني عايز تتكلم على تصريحات كولر وشايف إن هي تصريحات بروفيشنال 100% بص يا كابتن أمانة مارسيل كولر واحد كل فترة بيجي كده يطلع حاجة عنده يعرفنا بيها قد إيه الراجل ده بيهتم بالتفاصيل الصغيرة، واحدة من النقط بصراحة اللي خلت اسم مانويل جوزيه يعني مترسخ في أذهان الكرة المصرية مش الأهلاوية بس بصراحة،
الراجل ده له بصمه كبيره جدا في الكره المصريه. بسبب ايه؟ بسبب اهتمامه بالتفاصيل الصغيره. مارسيل كولر كان ببساطه، اعتقد معلومه ممكن ناس كتير ما تعرفهاش، كان حابب ان هو يلعب مباريات الاهلي في دوري ابطال افريقيا على ملعب المقاولين العرب. ما كانش عايز يلعب على السلام. اللي هي برضه نوضحها تكمله في فتره غلق استاد القاهره. بالظبط بسبب غلق استاد القاهره لما هو ايه البدائل المتاحه، هو حابب يلعب في ملعب المقاولين العرب. بدليل انت اسمه اتغير وبقى على المقاولين العرب لان هو عايز كده. بالظبط ليه؟ احنا دايما كنا معتادين ايام مستر مانويل كان دايما يقول ملعب المقاولين العرب ملعب ضيق، اي فريق بيلعبنا فيه زون ديفنس بنسهل له بيها المساله عليه. طيب لا، مارسيل كولر ما حسبهاش في الحته دي. مارسيل كولر فضل ملعب المقاولين العرب على ملعب السلام بسبب طبيعه الارضيه، مش طبيعه العشب، طبيعه الارضيه. الارضيه اللي معموله عليها استاد السلام مش متساويه وصعبه يعني. صعب جدا، وبتخلي الكوره تتنطط كده بتحس ان اللعيب ما يقدرش يستحوذ عليها كليتا، فبالتالي بتعمل له مشكله في اسلوب اللعب بتاعه. انما ملعب المقاولين الارضيه متساويه، فالنادي الاهلي كواحد من الانديه اللي بتلعب على الاستحواذ عايز دايما الكوره تفضل في رجله، ما يبقاش في اي حاجه تعمل مشكله للعيب. فبصراحه التصريح والنقطه التفصيله الصغيره تعرفنا قد ايه عقليه الراجل اللي معانا، وازاي فعلا ابسط وادق الامور هو بياخد باله منها، الحاجات اللي بتاثر كمان في تكتيك اللعب بتاعه. اخيرا ايمن، هل الاهلي بحاجه لتدوير اللاعبين خلال الفتره القادمه؟ يعني اعتقد لازم يبقى بحساب قوي، مش زي الفتره قبل كده، لان هم خلاص احنا بنتكلم في اربع مباريات قبل ماتش كاس العالم للانديه. خلي بالك شباب بلوزداد ده لسه برضه ممكن يتاجل. الاولاني مش هيتاجل، التاني هو اللي الاولاني مش هيتاجل. لكن التاني عشان كده قصدي على كده، يعني الاولاني اللي هو 9 ديسمبر ما اعتقدش هيتاجل، لان مباراه الاهلي يوم 15. فاحنا هنسافر بالظبط. فاحنا عندنا مباراتين افريقيا، يانج افريكانز وشباب بلوزداد، وعندنا الاثنين الدوري سموحه وزد. يعني هي تبقى في اضيق الحدود. اكيد المدرب، واعتقد المعلومه ممكن كمان لعند كريم، ان الفتره هي هتبقى اضيق الحدود قوي عشان خاطر هو خلاص يعني ما فيش، وبعد كده حتى يبقى مش محتاج ان هو غير ان هو يثبت بشكل اكبر. بالظبط يعني. عشان لان خلاص انت بعد حتى كاس العالم للانديه هتسافر الامارات تلعب ماتش السوبر، او ان شاء الله يبقوا ماتشين طبعا، بس احنا بنتكلم اللي في ايدينا دلوقتي مباراه، بعد كده هتوقف اجباري عشان كاس الامم. فهي خلاص يعني عدد المباريات حتى لو مضغوطه ولكن مش بنفس كثافه الفتره اللي فاتت، فانت الروتيشن الكتير ممكن يبقى ليه ضرره يعني. عموما زي ما قلت لحضراتكم لو تتذكروا كنا دايما بنتكلم خلال الفتره السابقه انه مارسيل كولر راجع بشكل مختلف وبفكر مختلف، نتمنى ان كل ده يتم تطبيقه، وفي الاخر نتمنى ان النادي الاهلي يفوز دائما في كل مبارياته رغم صعوبه الامر، ولكن نتمنى دايما فوز النادي الاهلي في كل مباراه. شكرا جزيلا لكريم معانا وجودك معانا. شكرا جزيلا ايمن على وجودك معانا. شكرا كابتن اسلام، وكل سنه والجمهور الاهلي بخير. الذكرى الثالثه، 3 سنين على نهائي القرن التاسعه اللي هي كانت معصلجه معانا شويه وجت احلى فرحه. ان شاء الله كل 27 نوفمبر نحتفل كده مع حضرتك. كل 27 نوفمبر دائما ما نحتفل بهذا اليوم التاريخي الحقيقه لكل جماهير النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.